كشفت شركة نيسان اليابانية أن رئيس تحالف رينو نيسان ميتسوبيتشي كارلوس غوسون متورط في فضيحة مالية، وذلك بعد تقارير عن عزم اليابان توقيف الرجل. وأكدت شركة صناعة السيارات معلومات صحفية مفادها أن رئيس مجلس إدارتها أعلن على مدى عدة سنوات عن عائدات تقل عن مدخوله الفعلي بسبب نتائج تحقيق داخلي. يذكر أن غصن من الشخصيات المعروفة جدا في اليابان، وهو مدافع كبير عن قطاع السيارات في البلاد.